تحت شعار أنا أقرأ أنا موجود، نظمت مدرسة ليبيا الحديثة حملة تثقيفية توعوية تدعو للثقافة والاطلاع. شارك في الحملة عدد من الطلبة والطالبات، وبحضور أعضاء عن مجلس النواب، ممثلي مدينة الزاوية ومراقب التعليم ومدير مكتب النشاط بوزارة التعليم. وشملت محاضرة توعوية وتوزيع المطويات على الطلبة الحاضرين للتعريف بأهمية القراءة. تشرفت مدرسة ليبيا الحديثة اليوم بانطلاق حملة أنا أقرأ أنا موجود، وهذه الحملة التي أشرف عليها العديد من المعلمات والتي أسهمنا في غرس حب القراءة لدى التلاميذ. الهدف من هذه الحملة هو بناء جيل يستحق فعلا أن يكون من أمة اقرأ، وخلق مناخ ثقافي تعليمي متنوع يبدأ من المدرسة ويتواصل مع الأسرة. كما تم في الاحتفالية إقامة معرض لرسوم الأطفال واستبدال صناديق الذخيرة بصناديق تصنيف الكتب، وتخلل الحملة عدد من القصائد الشعرية ومسرحية تحاكي القراءة. انطلاقا من أنا أقرأ أنا موجود، حملة أطلقتها أستاذة بالمدرسة الأستاذة فوزية الكبير بدعم من مدرسة ليبيا الحديثة. كانت الفكرة لها 3 سنوات كولادة، وانتهت بتتويج اليوم بإذن الله تعالى بحضور كم من الناس المثقفين. طبعا اليوم أقام حفل اللي هو بتنظيم مدرسة ليبيا الحديثة، اللي هي حملة أنا أقرأ أنا موجود، اللي فكرتها إنه يعني تحفز على الناس على إنها تقرأ وما تبتعد عن النت وتتقف وتزيد يعني أكثر. وتم في ختام الحفل توزيع الشهادات على من ساهم في إنجاح الاحتفالية، وكذلك توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة إقرأ.